سيفيليزاسيون تاع الكراج هذيك طوروه. السلام عليكم ورحمه الله. ازر في اللون. العصابه الحاكمه تزيد تاكد باللي لا شيء تغير في الجزائر، وانه الجزائر الجديده ما هي الا اكذوبه جديده. كما شفنا الانتخابات التشريعيه ما تغير والو، نفس الاحزاب، لا فلان لا راندي حما حمسة، شيء ما تغير. التزوير ديما فيها التزوير. الجزائر تمشي من سيء الى اسوء، للاسف للاسف. وفي العداله تمشي ديما بالتليفون. توقيف نور الدين ايت حموده في جايه، ومن بعد تقديمه الوكيل الجمهوريه والقاضي التحقيق في محكمه سيدي محمد، يزيد ياكد باللي النظام هذا يعمل الكيل بالمكيالين في القضاء وبالتليفون ويكشف روحه. نور الدين ايت حموده وعلاش تم توقيفه؟ لانه ادلى برايه في وسيله اعلاميه. الوسيله الاعلاميه هذه خاضعه لقانون الاعلام الجزائري. قانون الاعلام الجزائري يوضع مدير النشر تاع جريده او مسؤول او صاحب الوسيله السمعيه البصريه اللي هي قناه التلفزيون مسؤول على كل ما ينشر. وبالتالي اذا كاين متابعه قضائيه الاول هو مسؤول الوسيله الاعلاميه. الكلمة هذا من باب التجربة. نمشيو نشوفو الوطن شحال من بروسي كان عنده عمر بن هشام. ماشي على كتابته وإنما على شيء تنشر في الوطن. أنا شخصيا كل متابعة القضائية ما تمتش على جال كتاباتي، وإنما على جال ما كتبوه الصحفيين اللي كانوا يخدموا في الصحف اللي نسير فيها. ما كانش موضوع واحد ديالي تحاكمت عليه او تم متابعتي عليه. كان انا متابع دائما بصفتي مدير النشر. اخرها وقفوا لي جريدتي ومون جورنال لاني نشرت موضوع، جابوا صحفي من عندي وكان فيه تحاليل فيه كذا. انا ما كتبتش حرف، ما كتبتش حرف، ولكن انا اللي دفعت الثمن لاني مدير نشر الجريده. نفس الشيء بالنسبة للقنوات التلفزية. نذكر قناة الأطلس صاحبها هشام بوعلوش تمت متابعته قضائيا وغرقوا له القناة لأنه جوز مراني تكلم في القناة ديالو. حيميخنا المرة هذه نور الدين حمودة تكلم في قناة الحياة. هو يتوقف متابعته، يقول لك كاين ناس شكات زي ما على بالك واللي شكاو شكاو بشي اللي تم التصريح به في قناة التلفزية عند مسؤوله ومسؤوله هو اللي كان يحاور في نور الدين ايت حموده. المسؤول هذا هابط حناشي من المنبطحين للعصابة، من أزلام العصابة. وقفوه ليلة واحدة، وقفوه في بن عفنون لانه ما قدروا ما صابوهش في المكتب ديالو، هو غير سمع باللي رامي يحوسوا عليه، راح يحوس يتصل بتبون. هذا هو لا عنده خط ديريكت معاه، حاب يتصل بتبون ما قدرش يتصل به، مشى له لبن عكنون. على هذه تحكم في بن عكنون، مشى يحوس عليه، حوس باش على الخيوط على كذا على منا. كي تحكم بات لي لما غدوه طلقوه، ما عدوه عنده كل جمهورية، ما عدوه عند قاضي تحقيق، ما ولا صحافة بدورو تكلموا عليه. كامل الصحافة تكلم على توقيف نور الدين حمودة، وانو الاخر متهم بالمساس برموز وطنية والمساس برئيس جمهورية سابق. هل تحنوا شي؟ والو، كلمة ما كانش. هو بعد الجريدة تاعو ما نشوفوهاش، لانه الموقع تاع الانترنت تاعو ماهوش يخدم، نحبسو والقناة حابسة. هو معتاد قال لي قرار سلطة الضبط وكذا. شفتوا كيفاش
يعني واحد هو المسؤول على الشيء اللي تنشر وتبث، والحوار كان مسجل كان قادر ما يبثوش، والحوار كان عرضه على جهات تاع الخفاء تاع القوى الخفية، ولا ما كانش ينشروا. قالوا انشر، لأنه هما الهدف تاعهم كانوا حابين يحولوا الرأي العام يهتم بقضايا هذا تاع الأمير عبد القادر وتاع التاريخ وتاع كذا. وزيد هبت حناشي غلط الرأي العام لما قدم نور الدين حمودة بصفة بحث في التاريخ، وماهوش بحث في التاريخ، ما عنده لا شهادة تاع باحث ولا عنده شهادة في التاريخ، ولا قدمه روحه ولا اعتبر روحه هو باحث في التاريخ، عمره ما اعتبره، كان يقدمه كنائب برلماني سابق كرجل سياسي. وعلاش يحكي معاه على المواضيع هذه تاع الامير عبد القادر ومصالي حاجب ومدين وكذا؟ وعلاش هو صاحب الاسئله، هو اللي جر نور الدين حمودة باش يقول الكلام هذا، راه يجروا يدخلوا الحبس وهو يجبر. شفتوا كيفاش ما تبغير حتى شيء نور الدين هابت حناشي كيقول من المدللين، من الازلام المدللين، مانيش غلط. روح في المقر اللي عطاوه له في صفاكس، الناس ساكنين في العاصمه قل لهم روحوا شوفوا المقر اللي مدوه له في صفاكس. هذا اليوم صار انيس الرحماني ولد القومي الثاني، خلاص سيد انطلق باش بالشده، يدعي انه يحترم أخلاقية المهنة، عمره ما يحترمها، هو يحترم ويخضع للعصابة تاع ولاد الحرام. نهار اللي جاي يتكلم علي هذاك الرخيص ولاد الحرام تاع النوغي، عيط له قلو حتى لي حقرد، وانا حقرد واش راح نقول له؟ راح نقول له انشر الملف الثقيل اللي عندك، خلي الناس تشوف هذا الملف الثقيل، علاش هذا في الفراغ؟ عادي تهرب، عادي تهرب، ما هيش رجلة، والرجلة ما تتباعش في السوق، رجلة اما تنزاد بها اما تبقى ذليل ورخيص ومنبطح، هذا ما كان. دونك اليوم انا ما نتكلمش على هبت حناشي، ماشي هو المهم، هبت حناشي ما هو الا احد ازلام العصابة، إلا أداة بين أيادي عصابة ولاد الحرام، تكلمش عليه، ماشي هو اللي راح يكسر الدولة، اللي راح يخرب الدولة، العصابة اللي راح تخرب في الدولة تستعمله هو باش تخرب الدولة، تستعمله هو باش تكسر الثقة ما بين الحاكم والمحكوم، لأنه من المفروض هو ثاني سمعوا قاضي التحقيق وسمعوا. أنا نقول لك كلمة ما كتبتهاش من المحاكمات اللي أنا مطالب فيها، كلمة ما كتبتهاش من 92 وهما يتابعوا فيها قضائيين كلها على مواضيع كتبوها الصحفيين اللي عندي، وأنا مقتنع بالشي اللي كتبوه وما نسونسيريش ونخلص، ولا صحفي خلص الشيء اللي كتبوه هو، انا اللي كنت ندفع، لما كان يحسوا على راسي انا. هاي ديك اليوم شوفوا العكس اللي جات تكلم في القناه، اللي استدعاه، شكون استدعاه؟ قالوا لك وعلاش ما تستدعينيش انا يا سي؟ وعلاش ما تستدعينيش انا؟ تعرف نهار احتجتني وتقول لي باش نطلع الاوديوس باش الناس تعرف القناه، دير معايا اربع سوايع على اربع حلقات، حوار على اربع حلقات باش نسمع، لانك لهيه كنت قادر دير معايا حوار وما تخافش لا يضربوك، ما درت خاف يضربوك، ومن قبل ما كنتش تدير معايا ثاني، لما غلقوا لي الجريده جريداتي ومون جورنال، عمرك ما كتبت ولا تضمنت، قدرش تخاف، هذا هو. لا لا لا، اذن اليوم كما نقول لك العصابات حكمت فلاغرون ديلي انها تحمي ازلامها و
تضرب كل من يقف وجهها. ربي يقدر الخير لبلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمه الله.